مشاهدينا الكرام في القسم الحواري واللي بنتكلم فيه عن الحضارة أهم الإنجازات اللي تحققت في قطاع الآثار المصرية في خلال عام 2022. وكما تعلمون حضراتكم أنه الحضارة المصرية القديمة أهدت أبنائها الكثير من الاكتشافات التي خرجت من بطن الأرض لتكون أيقونة ثقافية تنير بها دروب العالم ما بين عدة عصور انطوت بين ممرات ودهاليز وسراديب أبهرت العالم في دقة المصريين وتاريخهم الحافل بالإنجازات. زي ما تعلموا حضراتكم أن السنوات القليلة الماضية كانت يعني ربما من أفضل السنوات في تاريخ الاكتشافات الأثرية، وهنعرف طبعا من ضيفنا دلوقتي إذا كان بيوافقني هذا الكلام ولا لأ، وهنركز تحديدا على عام 2022 ونتعرف على أهم الإنجازات، مش هنقول المهم، الأهم، أهم الإنجازات اللي تحققت في خلال هذا العام، لأنه بالطبع هي كلها مهمة، لكن أكيد بالنسبة للأثريين أكيد في أمور معينة بيحبوا أنهم يتوقفوا عندها. والحقيقة ما فيش أفضل من ضيفنا الكريم اللي هيكون معنا النهاردة، دكتور عاطف نجيب، أستاذ علم القبطيات المتفرغ بجامعة القاهرة، عشان يجيب على اهم تساؤلاتنا. دكتور عاطف منورنا واهلا وسهلا بيك، ودايما بنستعين بيك لما نكون عايزين كده ندي خلاصه للسنه كلها. بنوركم تشكرا خالص، وكل سنه وحضرتك طيبه وكل ساده المشاهدين، وان شاء الله يكون عام 2023 يكون عام خير على كل مصر وكل العالم، وتنخفض بقى موجه الغلاء والوباء والحروب والصراعات دي كلها، للتفرغ للتنميه ولنهضه الانسان في كل مكان. ان شاء الله تبقى سنه افضل ان شاء الله، نتمنى ذلك ونطلب من ربنا. دكتور، يعني 2022 ها هو ذا يلملم أوراقه، أيام قلائل وينتهي هذا العام وندخل على عام جديد إن شاء الله زي ما قلت حضرتك يكون عام أفضل من سابقيه. لو حبيت أعرف من حضرتك، نحاول نقدم النهاردة للسادة المشاهدين جرعة ثقافية أثرية، نذكر السادة المشاهدين، ننعش الذاكرة بأهم الاكتشافات. أنا عارف أن الاكتشافات كتيرة، لكن بسأل حضرتك كرجل يعني إيديك في هذا العالم، تضع النقاط على أهم الاكتشافات الأثرية من وجهة نظرك اللي حضرتك شايف إن هي حصلت في عام 2022. شوف حضرتك، هو الاكتشافات اللي تمت في هذا العام في البعض منها إن لم يكن معظمها في غاية الأهمية، وإحنا عندنا هنا يا إما كشف لأول مرة في من خلال أو في إطار مشروع في منطقة معينة، أو إلقاء الضوء على حاجة كانت مكتشفة زمان ولكن طلعت مرة تانية. حضرتك هنا بتشير لإيه في الجزئية التانية؟ أنا بشوف في الجزئية التانية دي، لأن كانت هناك يعني حفاير قديمة اكتشفت فيها قطع أو مباني، آثار ثابتة أو آثار منقولة. الأثر الثابت اللي هو المعبد أو المقبرة كده، والمنقول اللي هو محتويات محتويات داخل المقبرة. فكان تم الكشف عنها وعوامل مختلفة أدت إلى عدمها، البعض منها كمان منشور، ففي إطار إعادة الكشف فبتتلاقى، لكن في كل الأحوال هذه الاكتشافات المفروض إنها بتخدم أولا حاجتين. من ناحية المردود الداخلي هو الاعتزاز بمدى العمق المصري الضارب في جذوره، الحاجة الثانية اللي له مردود اقتصادي هو فتح مناطق جديدة للسياحة، وخاصة إن السياحة الثقافية على مستوى العالم كله بتنخفض. يعني النهاردة ما عادش حد كتير زي مثلا من 20-30 سنة فاتوا، ممكن هو يجي او يروح في اي مكان على شخص سياحه ثقافيه عشان خاطر يزور مثلا معبد. اللي بقى بدل منها دكتور؟ اللي بدل منها النهارده السياحه الترفيهيه، سياحه الشواطئ، سياحه الدايفنج، المؤتمرات، السياحه العلاجيه، سياحه الملاهي. وانا اعتقد ان مصر النهارده بتعمل مدينتين ملاهي كبار، واحده في العاصمه الاداريه وواحده في العالمين، يعني سواء اذا كان القطاع الاستثمار المهم، يعني تماشيا مع التوجهات السياحيه تماشيا مع
ماشيين، وده مش احنا بس، مش احنا في مصر بس لوحدنا، لكن حتى على مستوى العالم. فالنهارده احنا لما يكون في اكتشافات في موقع او في حاجه جديده ممكن تضاف الى الى احدى المتاحف او المتاحف السايت ميوزيوم، متاحف المواقع كلها دي، ممكن انها تعمل اعاده تفكير في ان سايح ممكن يجي يزور. يعني هو ما هوش من الشيء المحبط للعاملين في قطاعات المتاحف او الاثار الاسلاميه، بس هي قراءة للواقع. لكن النهارده مثلا تبص تلاقي ان السايح الاوروبي الامريكي من اي دوله، من دوله في العالم، دايما بتبقى مسار اهتمامه هي الاثار المصريه. نعم. حقيقي ما بيهتمش كتير لا باثر اسلامي ولا باثر قبطي، لان دي طبعا مفتوحه متاحه في اكتر من مكان، وغالبا يعني بتبقى زيارتها داخليا بسبب قصدا للتبرك او لاي شيء اخر. احنا ناخد مثلا كده على سبيل المثال لا الحصر، يعني شهر كده ونشوف. يعني ناخد مثلا في يناير في جنوب سيناء، وسيناء يعني لا تزال عباره عن حقل خصب جدا لم يكتشف مكنونه بعد لغايه النهارده. عندنا مثلا اكتشاف مقر قائد بعثات التعدين في جنوب سيناء، واكتشاف دي طبعا ترجع الدولة الحديثة ولغاية العصر الروماني، اكتشفت أفران صهر النحاس، وكمان اكتشفت ورشة تجهيز الفيروز. حضرتك عارفة اني ارض الفيروز او كلمة نفكات اللي هي الاسم المصري بيطلق على سيناء، اكتشفت ورشة تجهيز الفيروز، واكتشفت ثلاث مغارات ايضا لاستخراج النحاس. والنحاس ده معروف من عصر الاسرة الاولى والثانية وربما ما قبلها، ان بيستجلب من مناجم في سيناء. تمام. فهم هنا طبعا ده بالتأكيد على الدور المهم لهذه البقعة من الأرض للحضارة المصرية، لأن من الفيروز قدر أن هو يعمل حاجات كتيرة المصر القديم، في جوهراته، في تزيينه للمسكات للأساس الجنزي، النحاس قدر أن هو بعدين يطوره ويضيف له عنصر القصدير طلع منه البرونز. صحيح. واللي هو النحاس والقصدير بالظبط، فاللي هو امتاز طبعا بالصلاده بتاعته بان هو يعني واكب عمليه استخدام الحجر في البناء في هذه الفتره. احنا نعرف تمثالي ممنون في اثناء عمليه برضه في الأقصر، في معبد المفروض جنزي لأمنحوتب الثالث، المفروض ان التمثالين دول لأمنحوتب الثالث، والمفروض ان ده معبد يعني مساوي للأرض تماما، ان الأطلال بتاعته او الأساسات بتاعته تحت الرقعة الزراعية. يعني حضرتك تقصد يا دكتور انه التمثالين دول اللي هم بينتموا الى أمنحوتب الثالث، هل هم اصلا كانوا معبد او مدخل معبد او ما دول على بوابة ولم يتبقى الا التمثالين دول؟ بالظبط كده. بالظبط كده. يعني حتى هي طبعا ممنون دي ما هم ماشي، دي تسمية يونانية تيمونا بممنون اللي هو في الحضارة اليونانية. اليونانية. لكن هم المفروض زي حكاية مثلا كده لما نربط في ذهننا مثلا معبد الأقصر في التماثيل خاصة برمسيس الثاني، لكن طبعا ده أسرة 18 أمنحتب الثالث، المفروض أن رغم أنهم كانوا على مدخل معبد، تم اكتشاف بقى مجموعة كبيرة من الأحجار وتمثالين ملكيين، ودول على هيئة أبو الهول. وعلى هيئة الإلهة سخمت، هي طبعا إلهة الحرب، عليها مناظر احتفالية وطقسية. في بقى حاجة محلية هنا عندنا غار أسوان، في الغرب هنا قصادنا على طول في أغا خان، اكتشف مقبرة بترجع للعصر اليوناني الروماني، وعشرين موميا معظمها في حالة ممتازة. طبعا ده استكمال ان كانت اتلاقت مقابر. بالمناسبة، وفي اصلا مقابر معروفة من مطلع القرن العشرين في هذا الموقع، لانها دي بتمتد حتى تحت قبة ابو الهوى.
اللي هو قصاد مبنى المحافظه. فكل نعم. البناء كل الشاطئ الغربي غرب اسوان ده عباره عن برضه كانت دي الجبانه، دي منطقه الدفن بتاعه النبلاء والامراء، في يعني ناخدها من عصر الدوله القديمه حتى العصر اليوناني الروماني. طبعا في استخدام مسيحي فيما بعد لبعض المقابر في المقابر النبلاء، لكن طبعا بفاجئ العصر اليوناني الروماني و20 موميا في موائد قرابين وتماثيل اللي بتاع سكر اوزايرس، تمثيل من الخشب كده. في عندنا كرتوناج توابيت انثروبويد، بعضها فخار بعضها من الحجر. الكرتوناج ده عباره عن اللفائف اللي حوالين التوابيت. لا هو الجزء الاخير اللي هو بيوضع على الموميا بعد لفها بلفاف الكتان. وبياخد طبعه جبسيه من الوجه الميت المتوفى، وبيبقى عباره عن اصوله او الماده بتاعته كتان، قماش كتان قوي ومشبع بماده جبسيه. وبعد كده بياخد طبقات بياخد طبقات وبيتم تلوينه. احيانا بيبقى واخد كله جلدت باللون المذهب، واحيانا بياخد الوان وبيرجع استخدامه. يعني بدا الاستخدام بتاعه من في اواخر عصر الدوله الحديثه، ولكن كسر فيما بعد في الأسرات المتأخرة في عصر البطلمي في عصر الروماني وهكذا ظل موجود. هو إحدى وسائل التعرف على أو العلاقة ما بين البا في العالم الآخر وما بين الغت أو الجسد المسجى أو الروح روح والجسد المسجى في المقبرة. إحدى وسائل التواصل ما بين عناصر الشخصية كلهم المعروفة في عند مصر القديمة. عندنا طب خليني أسأل في النقطة دي دكتور قبل ما ننتقل لحاجة تانية. حضرتك أولا اتكلمت عن تمثالي ممنون، وانا عايز اعرف يعني انا لاحظت كده من 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 وقعتين كده حضرتك اتكلمت عنهم. اول حاجه لما اتكلمت عن تمثالي ممنون، الاسم ممنون ده هو اسم يوناني طبعا او مستقى من الاساطير اليونانيه. ولما حضرتك اتكلمت عن الاكتشاف اللي في غرب اسوان علاقة ما بين العصر البطلمي وبين العصر المصري القديم، يعني العصر ايه الرابط اللي بيجمع او ايه اللي بيوصل الحضارة اليونانية الى هذا المكان رغم ان هي كانت موجودة اصلا في الاسكندرية؟ طيب هو يعني التسميات نفسها تسميات ممكن تكون يونانية نعم، بما فيهم حتى اسم مصر ايبلوس تمام نعم. يعني تاخد مثلا تسميه مسله اوبليسك بمعنى الابره الكبيره، تاخد مثلا بيراميدز الكعكه، لان ما يعني هم من اقرب تصور للغه اليونانيه كتبوا، لان طبعا كان منهم هيرودوتو منهم بليني ومنهم منهم ناس كتير سواء اذا كان يونان او رومان. فالتسميات شاعت وما عادش النهارده او مش من الصعب النهارده ان احنا نغيرها. مش كده وبس، لا ده كمان حتى في اللغه المستخدمه على السنه المصريين. يعني النهارده احنا في الشكل الاخير من اللغه المصريه القديمه واللغه القبطيه أو الخط الإبطي، هناك الكثير من المفردات اليونانية التي لا يمكن فصلها بحال من الأحوال. فالثقافة اليونانية كانت من ضمن الروافد التي هضمتها الحضارة المصرية وتفاعلت معها. ومش مشكلة حكاية ان احنا نطلق اسم، لكن المضمون نفسه هو ايه؟ الفكرة واحدة، الفكرة نفسها. هما اصلا يعني كان في ترميمات للتمثالين دول، فهم شافوا ان في اثناء الرياح جت بعد كده تساقطت بعض طبقات الطين او طبقات الترميم دهيا، فبتعمل صفاره بتعمل الريح بتعمل صفاره. دي اتحكت حواليها قصص طبعا طبعا. فهم ربطوا ما بينهم وما بين ممنون اللي موجود البطل الاسطوري اليوناني، فسموهم تمثالي ممنون. هم كان بيقال ان الصوت اللي طالع ده صوت امه،
كانت بتخرج عشان ترثي ابنها اللي هو ممنون، طبعا ده كان المعتقد يعني. وان ده الصوت اللي الناس كانت بتسمعه مع الفجر، حتى والدته وهي ربة الفجر او اسمها الأورورا حاجه زي كده. ايوه بالظبط كده. وهل ده يعني، لكن حقيقه الامر ان الاصوات دي لها تفسير علمي؟ طبعا طبعا هي تفسير اسطوري. لا لا لا، هي طبعا في منطقه مفتوحه حركة الريح اكيد بتصدر اصوات، حركه الريح واخد بالك، فبتعمل هذا الريح، فهم ربطوا ما بينها فسموهم هذا التمثال. لكن هم طبعا لقوا الحتب الثالث، عصر الانفتاح الاقتصادي وعصر الانفتاح الثقافي كمان، وبعد منه يعني المهم في هذا العصر ما في عندنا، المفروض ان المعبد ده معبد كبير جدا. يعني هو انا لما بقول مثلا حد بيسالني يقول لي ما هو أكمل معبد مصري قديم، فبقول له معبد رمسيس الثالث لمدينة هابو. وما هو أقل يعني متدهور أو لم أو لا يوجد أو أطلال؟ مش فاضل فيه غير الأطلال يعني. هو من ما خلف تمثالي ممنون. لا يتبقى سوى هذه الأرض الزرقاء. التمثالين كانوا جزء منه. كانوا جزء منه. نعم. فإحنا عندنا على بعد. اثنين يعني. اللي عندنا ده أعلى وده أقل. طبعًا محدش يقول لي معبد إدفو أو بتاع معبد أنا إدفو. أنا الحقيقة كنت متخيل إن حضرتك هتقول معبد إدفو. لا أصل معبد إدفو ده معبد بطلمي. ظل بناؤه لمدة 180 سنة. يعني حتى إنه اكتمل. لكن أنا برجع. بتكلم على حاجة مصرية. أنا بتكلم على حاجة يعني بترجع إلى عصر الأسرات المصرية. وزمن يعني ما فيش الدولة. تأثير لحضارات أخرى عليه؟ لا 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 ما فيش، لا ما فيش. وطبعا يعني في ربما يكون هناك تأثيرا مثلا من قلاع سورية، لكن أو مش واضح قوي، لكن يعني مش واضح. لكنه طبعا معبد مصري صميم. حتى المعابد الروماني بعضها يعني فيها الروح المصرية الكاملة. ما فيش يعني ما حدش يقدر، من لا يعلم ومن وغير المتخصص حيظن انه معبد من زمن الفراعنه، لانه لو دخل مثلا معبد الاقصر او دخل معابد الكرنك او راح معابد مدينه هابو او في اي مكان، فطبعا حيقول ان لا ما فيش فرق ما بين الاثنين، كلهم فيهم نقوش. هو ما يعرفش الفرق ما بين الهيروغليفي، الخط الهيروغليفي بتاع زمن مصر القديم والهيروغليفي بتاع العصر البطالمة. في فرق كبير ما بين ما يعرفوش غير المتخصص، لكن لا يعلمه الا المتخصص. نعم نعم. طب ايه تاني اكتشافات يا دكتور في مثلا حاجه في ابو سير اللي هي خبيئه مواد التحنيط. واحنا من المفروض اننا في تون الجبل في المنيا كان اكتشف بواسطه الدكتور سامي جبرة في النص الأول من القرن العشرين، دي كانت حفارة عملها جامعة القاهرة، واكتشف اللي هو مواد التحنيط ومعامل التحنيط الخاصة بالآلات حط. ولكن ربما احنا لأول مرة في أبو سير هنا بيتم اكتشاف خبيئة مواد بتراجع الأسرة 26، يعني يمكن بتاع العصر الصاوي اعتقد. ايوه بالظبط، اللي هو عصر الرينيسانس او عصر احياء النهضه. نهضه اواني كنوبيه لفارغه، طبعا لان اواني كنوبيه في الغالب بتتلاقى فارغه، لان بتوضع فيها مواد التحنيط وبتوضع فيها الاحشاء لمعاء والرئتين والحاجات اللي ما بتدخلش في عمليه التحنيط بالظبط كده، فبتحفظ. فطبعا المواد دي بتقضي عليها وهي بتتبخر عبر الزمن. دي بعضها في غايه الاهميه، لان هو لشخص يدعى واح ابرع مرينيت، محبوب الالهه نيت. في الاقصر ايضا اكتشفت لوحه جنازيه من الجرانيت الاسود ومواد قرابين من عصر يوناني روماني. ودي الحتتين دول اكتشفوا بعد ازاله قصر توفيق اندراوز اللي هو المتاخم لمعبد الأقصر. لا معبد الأقصر. لما كان أزيل فاكتشفت في السنة دي، طلعت كانت في شهر فبراير. في كمان في معبد كومومبو اكتشف مركز إداري بيحتوي على ما يقرب من 12 صومعة
حلزونية الشكل، ودي طبعا لتخزين الحبوب، بترجع إلى عصر الانتقال الأول، هو 2150 قبل الميلاد، يعني قبل الميلاد كده، قبل الميلاد. وطبعا ده بيأصل لنا يعني مصرية المكان، لأن المعبد أيضا من العصر البطلمي. نعم. كمان هو طبعا بيمتاز زي ما كل معظم السادة المشاهدين عارفين، بيمتاز بإزدواجية قدس الأقداس. نعم. طب أنا هستسمعك يا دكتور، نروح لفاصل ماشي، وهنرجع بعد كده هنستكمل برضو أهم الاكتشافات الأثرية، وحقيقة عندي برضو شوية أسئلة تانية أحب أعرف إجابتها من قبل. أهلا وسهلا.